عمري لا فرقت بيناتكم. اسألوا هاو قدامك. الليالي اللي سهرتهم وانا نكبي على كرسي بجنبك وانت راقد اكثر برشا من الليالي اللي سهرتهم مع ولدي في الوقت اللي هو محتاج لي باش ننصحه ونربيه. سنين وانا ضميري انب فيا بسبب خويا على خاطر ما تلهيتلوش بالامانه اللي خلاها. انت توا فاهم روحك؟ في شكون جاي تحارب انت؟ وقتاش تخلقت باش توجه لي دعوه للاجتماع؟ ما لقيت الاجتماع؟ اجتماع شنو؟ سيدي حاضري شكاية نبداو الاجتماع. قوانين الشركه الفصل الاول العنف ممنوع في الشركه. ما عندكمش الحق تمارسوا العنف على بعضكم. مانيش نخدم في البنديه هوني في الشركه يا سيد. العرك يلزم يكون على المشاريع اللي تطور الشركه وتنهض بها وما يلزمش يكون بالبنيه. نختلفوا في الافكار نتعاركوا بالعقل والمنطق. انا زاد هذا رايي يا عمي. هذاك علاش طلبت ريونيون هذه؟ نحب نرجع حقوق الكل في الشركه. تقصد بحقوقك الكل؟ يظهر لي تقصد الأسهم متاعك. قلت حقوقي بما فيهم زاد الأسهم متاعي. نحب صلاحيات وترأس مجلس الإدارة زاد. يعني ناخذ كرسي بابا. حضروا لي البيرو المقابل من غدوه. مش كون موجود هوني. حاضر سي حسين.